من بعيد كذا شاف في سيارة واقفة على اليمين متعطلة وفي ناس يأشرون. فجاء ريكي وقف عندهم، لقاهم ثلاث رجال يقولون انهم يعني تعطلت فيهم السيارة بسبب انه ما في بنزين، ما عبوا بنزين وخلص البنزين عليهم. فقالوا ريكي يعني لو تكرمت ممكن انك بس توصلنا لأقرب محطة او اقرب منطقة قدام. قال ريكي يا حياكم، يعني ما عندي اي مشكلة، انا لحالي في الطريق، فتفضلوا اطلعوا معي. فطلعوا معاه بالسيارة وبدأ يتحرك ريكي كذا في وسط الصحراء. وكان هذا اخر شيء يتذكر ريكي. ليش؟ لان ريكي فقد الوعي. فيقول ريكي انه كان يشرب مشروب وحاطه في مقدمة السيارة يحاول يعني بسبب الطريق الصحراوي، وكان مفتوح المشروب. فيقول ممكن احدهم يعني استغفلني وحط شيء منوم او اي شغلة في المشروب اللي كنت اشربه وخدرني. فبعد فترة كذا صح ريكي لقى حاله في مخيم صحراوي، خيمة كذا موجودة في الصحراء، وشاف الاشخاص الثلاثة اللي ركبهم معاه في السيارة جالسين على صخرة قدام الخيمة، واحد منهم معاه سلاح. فلما كذا يعني صحى وصحصح كذا ريكي، قام واحد منهم واتجه ريكي وعرض عليه يعطيه موية. فريكي يقول كنت مرة عطشان يعني أكيد بموية. فراح ريكي وشرب الموية. بعد ما شرب الموية فقد الوعي مرة ثانية. فيقول ريكي أكيد إن الموية هذه ممكن كانت مسمومة وأدت إلى فقداني للوعي. فلما رجع الوعي إلى ريكي للمرة الثانية كانت أموره يعني يحس إن ديه كده جسمه مربوط شيء كده صاير لما يدري وشه، ويحس إن فيه كتمة وشيء معتم كده على وجهه أو على عيونه، وحس فيه حركة كده على رأسه شيء نخش فيه كده ما يدري وشه. فلما صحصح كده لقى إن فيه يعني دارك بلاستيك، ممكن كيس أسود كده مغطي على وجهه، وإنه مقطوط في وسط الصحراء وعليه تراب. فكان الشيء اللي بحبش فيه اللي هو الدينجو. الدينجو هو كلب استرالي موجود كده يكون في الغابات أو غيره، ويكون شوية أخطر من الكلب العادي. فقام كده ريكي وصحى على الكلب وطرده، فهرب الكلب وقدر ريكي إنه يطلع شوي من أصابعه ويده ويشق الكيس البلاستيك اللي عليه ويحاول يطلع نفسه. فكانوا هم هذولا حاطين على راسه كده زي البلاستيك وحاولوا يدفنونه، لكن مغطينه بتراب خفيف كده، قالوا يمكنه ينكتم ويموت بوسط هالصحراء ولا عنده أحد ينقذه. فقام كده ريكي من حاله وقام نفض عن حالها تراب وقام يناظر يمين ويسار، لقى حاله في وسط الصحراء ما حوله أحد نهائيا، ما يشوف شيء، وهو منصدم ومستغرب يعني مو قادر يستوعب إيش صار معاه. الأشخاص الثلاث هذولا شبون فيه، ليش يبون يسرقون سيارته؟ ليش هو بالذات يعني وش صار وش ما صار؟ ولقى نفسه سارقين ملابسه هذول الأشخاص، حتى نعول مو مخلي لنا شيء نهائيا. فيقول جلس بالأرض كذا يعني ساعات ما أدري وش صار بوسط الصحراء، شمس ودنيا وعالم. فبعد فترة كذا قال ريكي لازم أقوم أحاول أمشي، يمكنني أوصلي إلى ناس إلى جماعة، أشوف لي أحد، أشوف لي سيارة، أشوف لي أي شخص ممكن إنه ينقذني. فبدأ ريكي في الصحراء يمشي ويمشي ويمشي، فيقول إنه مضى يومين يمشي وما في لا موية ولا أكل معاه، وكان يقول إنه يحفظ بوله ويشرب بوله في هاليومين هذولي، ما كان عنده لا مشروب ولا أكل. وبعد كم يوم وصل ريكي من بعيد كده شاب زي السراب، فوصل إلى حفرة موية. الموية هذه أو الحفرة تتكون في الويت سيزون اللي موجود في استراليا، فهو كان في نهاية الويت سيزون اللي هو في الموسم الرطب اللي يكون موجود في استراليا، فتتكون الحفر حقات الموية هذه في الصحراء. فيقول أول ما وصل عند الحفرة الأولى بدأ يشرب من الموية وبدأ يحاول ينجض يمين ويسار ويتقلب ويكب على حاله من الموية، فحاول يمضي هناك فترة. قال ريكي إن خلوني أبقى هنا، ممكن تمر سيارة، يمر شخص، يمرون ناس، ممكن إنهم ينقذوني. فبعد مرور 6 أيام أو 7 أيام أكثر من أسبوع هو ما أكل شيء، يقول ريكي قمت ناظر كذا إلا شفت سحلية مرت من تحتي. فيقول على طول ضربت السحلية بيدي وذبحتها، فانتظرت كذا فترة خليتها في الشمس وقمت أقطع الجلد اللي عليها وأي شيء وقمت أكل السحلية. فيقول قمت أكل أي شيء حولي وحوالي بس عشان أبقى على قيد الحياة. ولقى في ضفادع اللي تعيش في المستنقعات هذه الصحراوية في استراليا، حالي وأي شيء يتحرك حرفيا يقول بديت أكله. حتى الشجر اللي موجود حوله وحواليه، الأشجار الموجودة حول الموية هذه، بدأ يقطع منها ويأكلها يحاول أي شيء. فيقول قمت أسوي تجارب، أي شيء قدامي أكله، أو الشجر أقوم أسوي عليه تجارب، الشيء الحلو اللي طعمه زين أكله، واللي طعمه مو زين أتركه حتى لو كان سام، المهم أني أكل وحبي شيء وحط شيء في بطني. فمضى أكثر من 10 أيام هو موجود في المكان هذا، ولا مر عليه أحد ولا جاء أحد ولا في أي علامة ممكن أن أحد يمر للمكان هذا. فقال ريكي لازم أبدأ أتحرك وأنا أبحث إن في شخص ممكن ينقذني، أو أبحث عن ناس أو أبحث عن النجاة. فيقول ريكي غادرت حفرة الموية هذه، فبديت أمشي في الصحراء. مضيت يمكن يومين وأنا أمشي، خلال هاليومين كذا مرة يغمى علي بسبب حرارة الشمس وبسبب الجوع والعطش اللي أنا فيه. فبعد يومين وصلت إلى حفرة موية ثانية،
فيقول جلست عندها وقلت خلاص أنا مستحيل أني أغادر هالمكان هذا، يا أموت هنا يا أحد ينقذني. فبدأ هو في المكان هذا سوى زي الشلتر، زي مكان أو مأوى ممكن أنه ينام فيه وينسدح فيه ويحاول ينتظر ممكن أحد يمر عليه أو تصير معجزة أحد ينقذه. فكمل على نفس الموال، الضفادع اللي موجودة ياكلها، السحالي اللي موجودة أي شيء يتحرك يبدأ ياكله، الشجر الصحراوي هذا اللي حول المكان الحفرة هذه الموية يبدأ ياكلها. وبدأ فترة بعد فترة كده يفقد الأمل وممكن إنه يموت في هالمكان هذا. فيقول أنا كنت أشوف الدينغو اللي هي الكلاب هذه الأسترالية تتجمع حولي وحوالي ممكن ينتظرون متى أموت يبدون يأكلوني. فيقول لما أروح للنوم كنت حول الشلتر هذا أو المأوى اللي أنا مسويه كنت أحط حوله حصى على أساس حتى لو مت الكلاب هذه الدينغوز ما تجي وتبدأ تاكل مني، ممكن ان يخلون كذا جسمي او يخلون الجثة حقتي لما يجي احد ممكن مستقبلا ياخذني ويدفني ويبلغ اهلي بالشيء اللي صار معي. فمضى يوم بعد يوم يفقد الامل، يشوف ممكن غبار يجي يفكر انها سيارة، ممكن يشوف طيارة تمر حوله، اي شيء. فبدأ يفقد الامل نهائيا وبدأ يفقد وزنه. فبعد مرور 70 يوم وهو في وسط الصحراء وهو جالس عند هالمكان او الحفرة الموية هذه، راح وفكر وحس انه ممكن يومين باقي له يعني كذا فيها الحياة ويغادرها ويموت. فقام ريكي وجاب زي الصليب كذا وحطه على مكان المأوى هذا الشلتر اللي هو حاطه، قال بحيث لو مر احد مستقبلا يعرف ان فيه هنا ممكن هذا زي موضوع قبر، زي القبر اللي موجود، فاكيد ان في احد موجود في هالمأوى هذه، فممكن يجي احد ويشوف ويلقى جثتي ويروح يدفني ويسوي مراسم العزاء لي. ففي اليوم 70 سوى هالسالفة هذه وحط الصليب هذا اللي موجود على المأوى أو الشلتر اللي هو مسويه وراح ونام داخل المأوى حقه. وفي اليوم 71 حس كذا بصوت، فكر انها رياح ولا غبار عجاج جاي زي ما يصير دائما في هالمكان اللي هو فيه. ولكن لما صحى كذا قام وبدأ طلع برا الشلتر شاف ولا فيه غبرة مقبلة عليه. الغبرة هذه وش كانت؟ كانت الغبرة هذه مي غبرة عادية ولا عج ولا أي شيء، كانت هذه سيارة، والسيارة هذه كانوا فيها أشخاص يهتمون برعي المواشي، يعني كانت في حول مزرعة مواشي والأشخاص هذول يشتغلون فيها. فأول ما وصلوا إلى ريكي وشاف السيارة وشاف شخصين انزلوا من السيارة أغمي عليه، انصدم، ما كان متوقع بعد 71 يوم إنه ممكن يجون أشخاص ينقذونه. فالشخصين هذول مزارعين المواشي قالوا أول ما شفنا الشخص يتحرك شفنا هيكل عظمي حرفيا يتحرك ومقبل علينا. فراحوا الأشخاص هذول أنقذوه وخذوه إلى المستشفى. فلما وصل للمستشفى كان وزن ريكي 46 كيلو وهو أول ما بدأ رحلته كان 106 كيلو، يعني فقد حوالي 60 كيلو وهو في وسط الصحراء. وبعد ما مضى أسبوع بالمستشفى عطوه الرعاية الطبية اللازمة والأشياء اللي يحتاجها لجسمه، فبدأ شوي شوي إعادة تأهيل جسمه وخرج من المستشفى. وبعد فترة كذا كتب الكتاب وقصته اللي صارت معاه، واسم الكتاب Left for Dead حق ريكي ميجي. طبعا الشرطة لما راحت تبدأ تدور ما عرفوا منهم الأشخاص الثلاثة وضاعت أمورهم ولا يدرون منهم حتى هذه اللحظة.